استاذه مها، استاذه مها لسه عندها سؤال تاني، اتفضلي يا استاذه مها. ايوه حضرتك قفلت عليا من غير ما اكمل كلامي. لا والله ما حد يعني اتفضلي. ربنا يبارك حضرتك. دلوقتي انا عايزه اسال على حاجه مهمه جدا. انا امي ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، ف وبتصلي بكل والله احد وكل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس. إيه لو انا قرات القران اولا الصلاه دي بتاعتها بتبقى نافعه عشان هي بتصلي بس بالثلاث صور دول؟ طيب. حتى بتصلي التراويح بيهم. طيب. ولو انا قرات القران وختمته بس بوهبه لبابا الله يرحمه وبوهبها لها، يعني اقول مثلا ايه بنيه ان ماما بتقرا معايا مثلا. طيب. بس هي طبعا ما بتعرفش تقرا، يعني لو قريت طيب. ايه ما بتعرفش تقولي الثانيه. طيب. هل صح ولا غلط؟ هجاوبك حاضر. في سؤال تاني عشان انا مش هيقفلوا عليكي، خليكي قاعده لغايه ما اخلص عشان ما تقوليش قفلوا عليكي. انا 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 عندي مبلغ وعامله بيه شفتي شهاده. ازاي شفتي ازاي؟ عاد السؤال اللي بعده. انا عندي مبلغ عشان ربنا يكرمني يا رب لما اتجوز، وشايلاه في البنك، وعامله بيه شهاده اللي هي تبع الرئيس اللي كان عاملها، وبيجي لي عائد مثلا شهري. هل المبلغ ده اطلع منه زكاه مال ولا انت عندك إيه؟ فلوس غير ده؟ عندي ايه؟ عندك اموال غير الشهاده دي؟ لا لا، هي المبلغ وعامله بيه شهاده. يعني عندك حاجه بتنفقها منها غير دي؟ عندي مرتبي، انا شغاله مرتبي. طيب اجاوب على حضرتك، لكن انت الفلوس دي شايلاها عشان الجواز؟ لما ربنا يكرمني اتجوز بيها، بس طبعا انا يعني العمر عدى طبعا، ف ان شاء الله ربنا ربنا يبلغك الامل. اول حاجه بس عشان ما انساش، صلاه والدتك صحيحه، واخبريها بان الله يحبها، لان جم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له احنا عندنا الامام اللي بيصلي بينا ما بيصليش غير بقوله والله احد، يعني يصلي مع السوره قوله والله احد في كل الركعات الجهريه. فايه اللي حاصل؟ فراحوا لحضره النبي قال فاسالوه لماذا يقرا بها؟ قال لانها صفه الرحمن، عشان قوله والله احد الله الصمد. فقالوا ايه اللي حاصل؟ قال فاخبروه بان الله يحبه، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. انت بقى بتقولي ان انا لما بصلي بهب مثل ثواب، تقولي ايه بقى؟ تقولي اللهم هب مثل ثواب قراءه القران لابي وامي، يوصل لهم ان شاء الله يوصل لهم باتفاق. يبقى تقولي ايه؟ اللهم هب مثل ثواب قراءه القران، يوصل لهم ان شاء الله كانهم بيقراوا. اخر حاجه المبلغ اللي انت حطاه في البنك عشان تتجوزي بيه، الاصل ان المبلغ ده لو كان الجواز قريب وكده كنا هنعتبره ان هو خلاص هيتحط في الجواز، فيبقى خلاص ده محطوط لاقساط الجواز او اي شيء. لكن اما ان المال ده مدخر، والمال دوت كمان لحاجه ضروريه وهي مساله الجواز، فنطلع 10% من الريع. هو الاساس ان الاموال التي لا ينفق منها وتكون موجوده في البنك وهناك مصدر للرزق بننفق منه اخر، يطلع 2.5% على المبلغ وعلى الريع. لكن اما انت انك حطاه في لهذا الغرض اللي هو الغرض الضروري اللي هو غرض الجواز، فيقوم مقام ان انت بتنفقي منه، فيبقى 10% من الريع ان شاء الله.